الحديث عن تهديد الناشطين والمتظاهرين بتصعيد الحراك مع انتهاء المهلة للكشف عن قتلة المتظاهرين في العراق، معنا من الناصرية السيد كاظم ماجد الناشط في التظاهرات. سيد كاظم، مرحبا بك. ما هي الأسباب التي تدفعكم لتصعيد حراككم وذلك بعد المساعي الحكومية لاحتواء تظاهرات ثورة تشرين؟ تحية طيبة لكم ولقناتكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. في الحقيقة استمرار التخويف وعمليات التهديد والقمع مستمرة للمتظاهرين وخصوصا في محافظة ذي قار، الهدف منها هو إسكات الأصوات الوطنية وإجهاض دورة تشرين المباركة المستمرة التي لا تزال واقفة ومتمسكة بوجه السلطات الفاسدة، مطالبة إياها بالكشف عن قتلة المتظاهرين وعن الجهات التي تقوم بخطف المتظاهرين وبالتهديد وبإلقاء العبوات الصوتية على منازلهم. في الحقيقة الناصرية ليس هينة على هذه الأحزاب الفاسدة بعد أن أدركت جيدا بأن هذه الأحزاب تحاول تهويد الثورة بهدف إجراء الانتخابات لإضفاء شرعية على الأحزاب الفاسدة التي أمسكت بزمام الأمور ولا زالت تمسك بزمام الأمور منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة. الغرض من هذه الأحزاب تريد أن تجري العملية الانتخابية لتثبت أنها أحزاب تهيمن على السلطة بشكل شرعي وتريد الإبقاء من أجل السلب والنهب والسيطرة على مقدرات الدولة وعلى دماء المواطنين. ثوار تشرين في ذي قار وفي باقي المناطق المنتفضة يدركون ذلك، والآن نحن متجهون إلى مقاطعة الانتخابات وهناك الكثير من المواطنين قد وقفوا معنا وخرجنا إلى مناطق بعيدة، حتى المناطق النائية وبعض النواحي والأقضية قالوا بأننا سوف لن ننتخب لأن العملية الانتخابية والعملية السياسية فاشلة وستكون محسومة النتائج مسبقا، فلماذا نشارك في عملية انتخابية محسومة النتائج؟ الكل يطلب المقاطعة وهناك توجه يريد أن يقوم بممانعة الانتخابات، وطبعا للممانعة هناك أسس وأهداف قد تبنى على هذه المقاطعة. عدم استقبال أهالي ذي قار لمصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة لذي قار يؤكد ربما بلا شك يعني الرفض الشعبي للكاظمي. لماذا تصر الحكومة، حكومة الكاظمي، على التستر على قتلة الناشطين والمتظاهرين السلميين في العراق؟ سيد الكريم، حكومة الكاظمي هي جزء من الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في البلد، والكل شركاء، كل الأحزاب هم شركاء في قتل المتظاهرين، والجميع لديهم أذرعة مسلحة غير الأجهزة الأمنية، فكل ما حصل حادث أو اغتيال متظاهر أو ناشط مدني قالوا بأن هناك طرف ثالث هو من قتل المتظاهرين. من هذا الطرف الثالث؟ لا يستطيعون الإعلان عنه لأنه الطرف الثالث هو من ضمن العملية السياسية وهو يد السلطة الضاربة بالنسبة لمواجهة المتظاهرين السلميين. في ذي قار ثوار تشرين طبعا لم يستقبلون الكاظمي ولم يستقبلوا حميد الغزي المرافق معه، وهناك بعض من المسؤولين وقد ألقوا الحجارة على سياراتهم وتم طردهم من أمام المستشفى التركي. بالمناسبة هناك ملاحظة أود أن أذكرها لك، المستشفى التركي بعد أن افتتحه رئيس الوزراء الكاظمي الآن هو مغلق، قد تم إغلاقه وقالوا بأن المستشفى لا يزال نسبة إنجازه لا تزال هي 95%، وهناك 5% إذا اكتملت هذه 5% من الإنجاز فإن المستشفى سيفتتح. في أي بلد، في أي دولة هذه رئيس وزراء، رئيس أعلى سلطة تنفيذية في الدولة يفتتح مشروع ثم بعد يوم أو يومين يتم إغلاق هذا المشروع وعدم الأخذ بأوامر السلطة أو عدم الاهتمام بما تقدم به رئيس الوزراء وقد تم افتتاح هذا المستشفى؟ إذن هي مجرد محاولة تهويد لثوار تشرين ولقتل الثورة
ولكننا نقول لهم بأن الثورة مستمرة ولن تتوقف، يعني وسوف نكون شوكة بعيون الفاسدين وكل الأحزاب التي تحاول تجديد عهدها من جديد والعودة إلى العملية السياسية من خلال انتخابات فاسدة، ونعاهدهم ونعاهد الجميع بأنه لا توجد انتخابات في المرحلة القادمة. سيد كاظم، يعني بناء على عدم إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها العراق وعدم حصر السلاح سلاح الميليشيات بيد الدولة، إلى أي مدى يبشر ربما بصيف أو ينذر عفوا بصيف ساخن في العراق وتصاعد التظاهرات؟ سيدي الكريم، بالنسبة نحن نعول على شهر السابع أي شهر القادم كما يسميه بعض البلدان بأنه شهر الثورات. هناك انقطاع للكهرباء، هناك خدمات مترددة، هناك سلاح منفلت، هنالك يعني اعدام للامن، هنالك خطف وتعذيب، وهنالك سجون لدى هذه الميليشيات تقوم بها بتعذيب المعتقلين وخصوصا المتظاهرين السلميين والانقطاع المؤثرين في الساحات. شهر السابع قد يكون هو الاكثر ضراوه مما سبق من مظاهرات تشرين. الكل راهن من هذه الاحزاب على اثبات ثوره تشرين، لكننا نقول ثورة تشرين باقية، وسوف نكون سيفا ودرعا بوجوه هذه الأحزاب الفاسدة حتى أسقاط العملية السياسية، لأننا خرجنا إلى ساحات التظاهر لغرض أسقاط عملية سياسية بائسة فاسدة وليس للمشاركة فيها أو تجديد بقائها في السلطة من خلال انتخابات مزيفة محسومة النتائج مسبقا. شكرا لك، شكرا جزيلا. من الناصرية سيد كاظم ماجد، الناشط في التظاهرات.